هنتكلم في الحلقة دي عن الباك اب ستورج، اللي هي الستورج ميديا اللي نقدر نخزن عليها الباك اب بتاعتنا. ليها اكتر من، خلينا نقول اكتر من نوع او اكتر من شكل. زي على سبيل المثال التيب لايبرري. التيب لايبرري هي زي ما هي شرح نفسها، هي عبارة عن مكتبة للتيبس، والتيبس هنا اللي هي الأشرطة، أشرطة المغنطة شبيهة بالشريط ده اللي في الصورة، وهو زي شرايط الفيديو كاسيت القديمة اللي كانت بتخزن عليها الأفلام أو الأغاني. تمام، هي بتتميز بأن هي ليها سعات تخزينية ضخمة جدا، وبتستخدم الأشرطة دي أو التيبس، تيب كارتريجز، بشكل رئيسي في الأركايف، لو تخزين الباك اب لفترات طويله. طبعا الباك اب اللي عليها بتكون اوف لاين باك ابس، بمعنى ان انا ما اقدرش اتعامل مع الداتا اللي على التيب مباشره زي الهارد ديسك العاديه او الديسك العادي، لا انا لازم اعمل لها الاول ريستور علشان اقدر استخدم الباك اب. شبيهه شويه لو تفتكروا في الحلقه اللي فاتت بالداتا اللي على الجليشير في الاي دبليو اس. تمام، التيب كارتريج بيكون ليها ساعات تخزينيه مختلفة، وبرضه موديلات مختلفة طبقا لنوع التيب درايف. يعني التيب لايبرري عندنا بيكون فيها درايف هو اللي بيدخل فيه التيب، والدرايف هو اللي بيقوم بعملية الكتابة والقراءة على التيب كارتريجز أو الأشرطة اللي هي المغناطة دي. تمام، التيب لايبرري بيختلف حجمها، ممكن تكون في ارتفاع 1 يو، 2 يو، 4 يو او اكتر من كده. ممكن تكون التيب لايبرري عباره عن كابينه او راك ضخمه زي ما احنا شايفينه، ممكن التيب لايبرري يكون غرفه كبيره زي ما احنا شايفين كده، الممر ده، الايل ده اللي في الداتا سنتر، وعلى يمين وشمال في سلوتس موجود فيها التيبس. اوكي، في روبوت اللي في الاخر ده، وهوريكم في السلايد الجايه فيديو بسيط على التيب لايبرري من الداخل. تمام، طبعا التيب لايبرري بيكون فيها تيب درايف طبقا للموديل، وحجم اللايبرري بيكون فيها ممكن على الاقل طبعا تيب درايف واحد او اكتر طبقا للحجم. يعني مثلا الاوراكل تيب لايبرري دي بتاخد لحد 6 درايفز وممكن اكتر كمان طبقا للموديل. طيب، طريقه توصيل التيب لايبرري بالسيرفر بتاعنا ممكن عن طريق الساس، لو تفتكروا الساس كيبلز، سيس كونكتيفيتي، او حتى في تيب لايبريز بتدعم الفايبر شانل كونكتيفيتي، توصل بلسان فابريك. هنتعرف على لسان فابريك ان شاء الله من خلال الكورس ده في الحلقات الجايه. خلونا نشوف الفيديو البسيط ده، انا كنت مصوره من عده سنوات لتيب لايبرري من الداخل، اللي بيتحرك ده اسمه الروبوت، اسمه الروبوت، وهو بياخد تيب كارتريدج جوه. هنا بتكون السلوتس اللي بيكون فيها التيبس، وهناك ده التيب درايف. يعني كله طوله مكتوب كله مسموح. طبعا التيب بيكون عليه باركود زي ده، ستيكر عليه باركود علشان التيب لايبرري تقدر تتعرف عليه، تتعرف على الداتا طبقا للداتا بيز اللي في الباك اب سوليوشن، تتعرف على الداتا اللي محصلة على التيب درايف. تمام، خلونا نشوف السلايد اللي بعده. اوكي، الديسكات اللي ممكن تستخدم في الباك اب احنا خدنا فكره عنها قبل كده، لكن نعيد تاني. النير لاين ساس اللي هي الساتا ديسكس، بمواصفات الساتا ديسك اللي هي بساعات تخزينيه كبيره ممكن تتعدى ال 14 تيرا بايت للديسك الواحد، بساس انترفيس وسرعتها بتكون 7.2 كي ار بي ام. طيب، كمان في باك اب ابلاينسز او اجهزه للباك اب ممكن ان انت تشتريها، لان هي بتوفر يعني اوبشنز معينه او خصائص معينه، خلينا نقول مخصصه تحديدا للباك اب، زي الديل اي ام سي داتا دومين، ده اسم الجهاز اسمه داتا دومين، او من اتش بي اي زي ستور وانس. هي ستورج ابلاينسز مخصصه لتخزين الباك اب، وفيها خصائص زي الداتا ديتوبليكيشن وداتا كومبريشن، اللي هي بيها بتصغر حجم الباك اب اللي عليها لاصغر حجم ممكن علشان تفضي لك سعه تخزينيه اكبر تحط عليها
باك ابس، ملفات باك اب اكتر. طبعا بالنسبه للباك اب ابلاينسز اللي هي فيها ستورج ديسكس مختلفه طبعا عن التيب اللي خدناها في اول الفيديو، فنقدر طبعا اننا نتعامل بشكل مباشر ونسترجع الداتا او نتعامل مع الداتا مباشره من الباك اب الموجود على الديسكات دي من غير ما نحتاج اننا نعمل له ريستور الاول زي ما بيتم التعامل مع التيب التيب تكنولوجي بشكل عام. وبكده احنا وصلنا لنهايه الحلقه، اتمنى تكون المعلومات كانت مبسطه ومفيده. اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله، واللي هناخد فيها ان شاء الله فكره عن السوفت وير ديفايند ستورج الاس دي اس اللي هي زي مثلا الفيسان سيف والكلاستر اف اس. شكرا، مع السلامه.